السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد وأخبار جديدة إن شاء الله. فيديو سنتطرق فيه كما فعلنا دائما لأهم أخبار لاعبين المحترفين وأيضا بعض أخبار المنتخب الوطني. لننطلق. رغم أنه انتظم في تدريبات فريقه منذ أسبوعين ونصف، إلا أن لاعب الخضر هيلال العربي السوداني لم يصل بعد للفورمة التي تمكنه من المشاركة مع بقية زملائه على ما يبدو، حيث قالت تقارير يونانية أن مدرب أولمبياكوس بيترو مارتينيز متردد بشأن إدراج اسم لاعب الخضر ضمن القائمة الأوروبية التي ستواجه أمونيا نيقوسيا القبرصي في الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا، وذلك في 23 و29 من شهر سبتمبر الحالي. أعلن الموقع الرسمي لرابطة أندية الدوري الفرنسي ليغ آن عن الأسماء المرشحة لدخول التشكيلة المثالية للجولة الرابعة. حارس الخضر ونادي ماتس ألكسندر أوكيجا كان من ضمن الأسماء المرشحة كما يظهر. في الوسط تواجد لاعبين شابين هما رومان فافر لاعب بريست وعادل عوشيش لاعب سانتيتيان. أما في الهجوم فتواجد اسم لاعبين أيضا وهما أندي ديلور لاعب مونبلي وزين الدين فرحات لاعب نيم. الاختيار سيكون بحسب تصويت الجماهير لمن يريد التصويت للاعبين الجزائريين، الرابط مع المصادر في صندوق الوصف. أعلن نادي الترجي التونسي عن استدعاء لاعبيه الأربعة محمد أمين توغاي، عبد القادر بدران، إلياس شتي وأيضا عبد الرحمن مزيان لتربص المنتخب الوطني المقبل. أعتقد أن الأمر متوقف على قائمة موسعة فقط. تواجد بدران وشتي في القائمة النهائية ممكن لتعويض كل من بالعمري وأيضا فارس، أما مزيان وتوغاي فمستبعد، ننتظر ونرى. بعد عطلة قصيرة جدا عاد الدولي الجزائري مهدي طهرات إلى السعودية، أين سينتظم في تدريبة فريقه أبها تحضيرا للموسم المقبل. مشاركة طهرات إلى نهاية الموسم الماضي وعودته سريعا جدا لبدء التحضيرات للموسم المقبل ستكون في صالحه من دون شك من ناحية المنتخب الوطني. تعرض لاعب الخضر أيوب عبداللاوي للطرد في افتتاح لقاءات فريقه اف سي سيون ضد سانت غالين في الدوري السويسري. شاهدوا اللقطة. Der FCSG ist zu Beginn der zweiten Hälfte äußerst aktiv. Sion dadurch oft unter Druck. Dies mit Folgen. Abdellaoui, Foul der Algerier, sieht zu Recht direkt rot. Dies, weil als letzter Mann Basil Stillhart umlegt. أعتقد أن الطرد مستحق، لكن العقوبة التالية هي القاسية، حيث أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم عن معاقبة أيوب بلقاءين ضد كل من يونغ بويز ولوغانو. ضربة قوية للاعب الاتحاد السابق في افتتاح الموسم، وهو الذي كان يمني النفس بالتواجد في تربص المنتخب المقبل، مستغلا الغياب الكلي لفارس عن التدريبات. دائما مع خيبات لاعبين في الأسبوع الحالي، فقد حملت الصحافة الألمانية لاعب الخضر ونادي بوريسيا مونشنغلادباخ رامي بن سبعيني مسؤولية الخسارة ضد بوريسيا دورتموند. صحيفة بيلد الشهيرة وصفت بن سبعيني بالمخيب وقالت أن ركلة الجزاء التي تسبب فيها قضت على فريقه، حيث لم يكن لها داع كما أن فريقه كان متفوقا ويسعى للتعديل، لكن أتت الركلة لتفسد كل شيء. نشاهد ركلة الجزاء ثم نعود لما قاله مدرب الفريق ماركو رويز عنها وعن رامي أيضا. Gio Reyna. It's still Gio Reyna into the area, goes down under the challenge. Well, Felix Brüch had a quick look at it. Exactly, there's the contact. And the penalty is awarded by Felix Brüch. He keep his cool against Jan Sommer. Yes, he can!
لا أعتقد أن أحد سيختلف معي حين أقول أن ركلة الجزاء قاسية جدا. مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ ماركو رويس أدلى بتصريحات لصحيفة بيلد حجم فيها تقنية الفيديو، وقال أنها لا تتدخل سوى حين تكون ضد فريقه. أما عن تحميل المسؤولية لرامي فقد قال: لقد أعدت مشاهدة اللقطة عدة مرات، لقد كانت لقطة سريعة جدا، والحكم على صحة الركلة من عدمها ليس بالأمر السهل. إنه أمر مؤسف جدا بالنسبة لنا، لكن لا يوجد أي سبب للوم رامي أو تحميله المسؤولية. الأهلي السعودي يرفض عودة بليلي، هكذا كان عنوان صحيفة الرياضية السعودية صباح اليوم الاثنين. وفي تفاصيل الخبر قالت الرياضية السعودية أن إدارة الأهلي ردت على بليلي الذي كان قد رفض العودة سابقا، ففي الوقت الذي كان النادي بحاجة ماسة له وأرسل له طائرة خاصة حتى مدينة وهران رفض العودة، والآن يريد العودة وهو ما لن يحدث، خاصة أن ذلك جاء بتوصية من المدرب الصربي للنادي. أما عن مستقبله فقد أكد مصدر وصف بالمسؤول داخل الأهلي السعودي أن بليلي غير مرحب به ولن يلعب مجددا في الفريق، والأهلي السعودي يدرس حاليا أكثر من عرض عربي لبيع بليلي أهمها الأهلي المصري، لكن هناك عروض عربية أخرى. يبدو أن بليلي لن يلعب في أوروبا بحسب هذا التصريح. كشفت صحيفة مالاغاوي والمقربة من نادي مالاغا بحسب ما يظهر من اسمها عن واقعة غريبة حدثت في لقاء مالاغا ضد كاستيون ضمن ثاني جولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية أمس الأحد. فمباشرة بعد خروج لاعب الخضر محمد بن خمسة بديلا توجه إليه المدرب بيليسير ووبخه علانية وأمام مرأى ومسمع الجميع. الصحافة الإسبانية قالت أن السبب يعود للخطأ التكتيكي الذي ارتكبه بن خماسة في الوسط والذي كاد يكلفه الطرد ويكلف ناديه هدف التعادل، لكن لحسن الحظ لا هذا حدث ولا ذاك. الصحيفة الإسبانية قالت أن مدرب مالاغا غاضب جدا من بن خماسة وربما يفقده مكانه في الجولة المقبلة. الخبر الأخير سيكون عن ظهير الخضر الأيسر محمد سليم فارس. تقارير إيطالية كثيرة وخاصة تلك المقربة من لازيو أجمعت على أن فارس وقع وانتهى الأمر. الصحافة الإيطالية ورغم إجماعها على توقيع فارس إلا أنها اختلفت في تاريخ التوقيع، فمنهم من قال أنه وقع أمس ومنهم من قال اليوم، ولكن لا يهم، المهم التوقيع. بخصوص المتعلقات المالية قالت الصحافة الإيطالية أن فارس وقع عقدا لخمس سنوات، قيمة العقد ستكون 1.3 مليون أورو سنويا، أما نادي سبال فسيحصل على 8 ملايين أورو إضافة إلى مليوني أورو متغيرات بحسب مستوى وظهور اللاعب، في انتظار رؤية فارس بقميص لازيو بشكل رسمي. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي في عدد جديد إن شاء الله. سلام.